كابتن فتحي، احنا مع كابتن فتحي طبعا معانا لسه حاجات كتير قوي، وفرصه انه موجود معانا يمكن اول مره تسمعوا الكلام ده كله اللي اتقال ما اتقالش قبل كده على اي شاشه غير شاشه قناه النادي الاهلي. اخبار الرياضه، انت بتمارس رياضه كابتن فتحي كويس؟ انا بلعب تنس يوميا. يوميا بتلعبش كوره؟ يوميا الحمد لله. بتلعبش كوره؟ لا كوره شمس ولا الكلام ده؟ لا لا يعني ساعات يعني نسيت الكوره يعني؟ لا بالعكس، حد ينسى الكوره؟ اه دي هي حياتي الكوره، ولكن في حاجات تانية بستمتع بيها دلوقتي، التنس. التنس. التنس اه طبعا. بس انا سمعت بصراحه ان انت بتتغلب من طوب الارض في التنس. من طوب الارض؟ اه. مين اللي قال لك؟ يعني في عندك كابتن عباس قعود، عميد محمد مرجان، وفي ناس تانية بس انا مش هقول اسمها. عارف كل دول اللي بيقولوا كده؟ اه. ليه؟ ليه؟ عشان بيتغلبوا. على انت ما بتخسرش من حد؟ انا اخسر، انا بقول لك انا بروح استمتع. التنس استمتاع. اه. ما بروحش عشان اكسب واخسر. انا استمتع اعمل حاجات بتهلك، تتبسط يعني. بقول لك والله العظيم ثلاثة الناس اللي بتبقى قاعده بره بتموت من الضحك، الناس اللي بتتعمل فيها الحاجات اللي انا بعملها بتموت من الضحك. يعني عباس قعود انت ما بتكسبوش؟ عباس قعود كنت بكسبه وكسبه، ويا ريتني والله العظيم يا كابتن مصطفى يا ريتني كنت عملت معرض معرض او محل للمضارب المكسره من عباس قعود. يا ريتني. بسبب خسارته معاك؟ طبعا. دي طبعا عارفين الكابتن عباس قعود، عارف دي من الحاجات اللي ممكن تبقى تعتز بيها المضارب المكسره من كابتن عباس قعود. يعني انت عارف كابتن عباس قعود كان عايش في لندن قبل كده، وكنا بنروح له انا وانت وزيزو والخطيب، وكان راجل فاتح لنا بيت. بصراحه كان ليه خير علينا لما كنا بنروح لندن. طبعا كان من الناس اللي في لندن معروفين على هناك كلها، وكان في منتهى الكرم. في منتهى الكرم لما بنروح. دي حقيقة. ومدام بتاعته مدام نعيم. طيب احنا معانا تقرير من كابتن عباس قعود عشان تعرف ان هو كان بيكسبك ولا لا. اتفضل يا برجاوي. كابتن فتحي مبروك طبعا، مش صديق، ده اخ عزيز وغالي وعشره عمر، زيه زي الكابتن حسن حمدي، زي الكابتن خطيب، زي الكابتن زيزو، زي الكابتن ثابت البت الله يرحمه، احنا عشره عمر. وكابتن مصطفى عبده طبعا احنا اصدقاء، مش اصدقاء النادي او صحاب من النادي، احنا اصدقاء اسريا كمان وعشره عمر. كابتن فتحي مبروك اخ عزيز، وبشوفه كل يوم في النادي، احنا بنلتقي كل يوم في المكان المفضل بتاعنا في النادي الاهلي، هو مكان ملعب التنس، وبنلعب تنس شبه يوميا، واحسن حاجه بتسلينا في النادي طبعا بعد ما هو يخلص الكوره بتاعته وانا بخلص السكواش بتاعي، فبنيجي في التنس بنلعب بالليل، والمراهنات اللي بيننا بتبقى على مشاريب او عشاء، وغالبا الكابتن فتحي مبروك هو اللي بيدفع الاكل. نعرف بعض واحنا عندنا 12 سنه، يعني اوفر اكتر من 50 سنه. كابتن فتحي مبروك راجل جدع، راجل شام، صاحبه يتخانق معايا كل يوم، ما بزعلش منه، بحبه، صديق عمري، فده كابتن فتحي مبروك اللي يعرفه ما يزعلش منه. كابتن فتحي مبروك كان مدرب قبل ما يروح كاس العالم في سنه 90، جاني انجلترا، كنت انا عايش في انجلترا، وكابتن جوهري بعته علشان يتفرج على ماتش ايرلندا وروسيا في كاس العالم، لان ايرلندا كانت في مجموعه مصر في كاس العالم. فالكابتن فتحي مبروك لما جه لندن بطوله الماتش في ايرلندا، فاضطرينا باقصى سرعه نحجز طياره ورحنا ايرلندا اتفرجنا على الماتش. وكابتن فتحي مبروك لما فتح البوك بتاعه كده عشان يوري الناس ان هو بيخطط على فريق ايرلندا، الناس الايرش دول بيحبوا المشاريب الكحوليه وكانوا هيموتونا في المدرج. قلنا لهم احنا مش مصريين، احنا ناس من المغرب، عشان يسيبونا من في المدرج. يعني انت عارف لما مدرب يروح بيعمل بيشوف فرقه ثانيه هتلعبه في كاس العالم وبيتفرج عليهم في بلدهم، دي من الذكريات اللي عمري ما انساها. يعني هتقول ايه؟ لا هو بيقول لك انت اللي كنت بتدفع المشاريع. لا بس حبيبي اولا واخويا وصديقي، وزي ما قلت لك احنا كنا بنطلع لندن. اه طبعا بنتبسط عنده. كابتن خطيب وانت مصطفى وكابتن زيزو كنا بنطلع ونتبسط عنده كويس قوي. طبعا. هو بس يمكن قال حاجه بس دي انا معترض عليها. عباس قعود من اكتر الناس يا كابتن مصطفى اللي كسرت مضارب. ما انت قلت لي، بس هو بيقول لك دلوقتي انت كنت بتدفع المشروبات. انا بص انا زي ما قلت لك انا دايما اصطاد زباين. عندي موهبه. مفيش فايده اللي عندي فيك يعني. عندي موهبه. آه. عندي موهبه لاعب ناس على مشاريب، الحاجات دي كلها بتديني دوافع عاليه جدا. انت فاكر سياده السفير احمد قطان؟ اه طبعا. انت كنت بتلعب الصح. تلعب معاه ضد ايمن مرسي ومرجان لا ولا عباس وعباس 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 اه
وكنا دايما كنا بنكسب عباس ودايما على طول. فاحنا من خلال برنامجنا بنوجه التحيه لسياده السفير احمد قطان اللي هو وزير الشؤون الافريقيه في المملكه العربيه السعوديه الدوله الشقيقه. انت وحشتنا وعايزين نشوفك، وفرصه ان احنا بنبعت لك التحيه من قناه النادي الاهلي، نادك النادي اللي انت حبيته وتربيت فيه وعشت فيه معانا. وان شاء الله هو جاي قريب على فكره. والله جاي قريب ان شاء الله. خلاص يعني بقى معاه حاجه هنا ان شاء الله. هو جاي برضه ايه تحدي برضه عباس قعود ده، لازم بس لازم نخليه يكسر مضارب، دي حاجه سمه من عند عباس قعود كده يعني. عباس قعود ده يعني ممتع، ممتع جدا في الملعب كمان بفنياته. والله بجد عباس ما عنده فنيات عاليه، بطل عالمي في السكواش، عنده حاسه كمان، عنده فنيات عاليه. طب مع العميد مرجان بيقول لي احنا انا كنت بمسك فتح مبروك بقطعه بمعنى الكلمه يعني. هو قال كده. اولا مرجان حبيبي، ما حبيبي يعني حبيبي. انت بتكسب بالناس كلها، ما فيش مره بتخسر. مرجان حبيبي. مرجان حبيبك حبيبي. ولكن اسال سؤال، عايز اسال سؤال يا كابتن مصطفى. التحكيم له دور ولا ملوش دور في اي مباراه؟ ما تسالنيش عن التحكيم، ما انا بسالك سؤال. مش في فار؟ لا ما كانش فيه، ما عندناش فار في التنس. بص بقى، وائل جمعه بيلعب دلوقتي. وائل بيجي يلعب ما شاء الله، ده ممكن النهارده يجي يلعب معانا على فكره. ده مين بقى اللي معاكم في الصوره؟ لا ده احمد طارق، ده برضو من الناس صديقي جدا، ومن الناس اللي دايما في التنس، والناس اللي عنده عشق والله يا كابتن مصطفى للنادي الاهلي. ما شاء الله يخدم النادي الاهلي في حاجات كتير قوي يا احمد طارق ده برضه ما شاء الله. لا ومرجان ماسك، ومرجان ووائل طبعا ماسك مدفع، مش يعني